السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انحاء الاختبار شهر اكتوبر صفحة 201 من كتاب سلاح التلميذ الصف السادس الابتدائي. السؤال الاول: اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة. المعكوس الجمعي للعدد سالب 19. يعني ايه المعكوس الجمعي؟ يعني عكس الاشارة. المعكوس الجمعي يعني عكس الاشارة. انا عندي الاشارة هنا سالب 19، تبقى لما اعكسها تبقى 19، يبقى الاختيار رقم الف. السؤال اللي بعده: العدد سالب 3 يقع على يمين العدد نقط على خط الاعداد. يمين يبقى سالب 3 اكبر من سالب 3 اكبر من سالب 3 اكبر من مين؟ اكبر من سالب 4، يبقى ياخد سالب 4. المعامل في المقدار الجبري. يعني ايه المعامل؟ يعني الرقم. المعامل يعني الرقم. ايه هو الرقم؟ المعامل اللي هو الرقم اللي موجود مع المتغير اللي هو اكس او واي، اللي هو المجهول بمعنى اصح، الرقم اللي مع المجهول. عندي هنا المعامل اللي هو التسعة، لانه بيقول لي التسعة اكس، تسعة اكس يبقى المعامل التسعة. طب والاكس ده متغير، طب والاتنين دي ثابت. سؤال رقم اربعة: القيمة المطلقة لسالب 5 من 10 ولا سالب 3 و5 من 10؟ القيمة المطلقة عامة هتشيل السالب، هتبقى هي 5 من 10. هنا العدد موجب ولا العدد السالب من الكبير؟ الموجب طبعا اكبر، ما بقارنش ما بينهم، الموجب هو كبير. السؤال اللي بعده سؤال رقم خمسة: مجموعة الاعداد الصحيحة ومجموعة الأعداد النسبية. كلمة مجموعة تديك إن أنت تقول جزئية أو ليست جزئية. كلمة مجموعة أصلا تقول إن أنت تاخد جزئية أو ليست جزئية. ماخدش تنتمي ولا تنتمي. ليه؟ أنا باخد تنتمي ولا تنتمي مع رقم، يعني عنصر عدد. لكن مجموعة أخد جزئية أو ليست جزئية. لو موجودة باخد جزئية، مش موجودة باخد ليست جزئية. الأعداد الصحيحة موجودة في الأعداد النسبية أو جزئية من الأعداد النسبية. السؤال رقم اتنين: أكمل ما يلي. إذا كان القيمة المطلقة x بتساوي 23 و11 جزء من ما، فإن x بتساوي نقط أو نقط. طبعا x دي موجبة أو سالبة. x عندي كانت موجبة أو سالبة. العدد هنا خرج بالموجب، ماشي، ما هو ممكن يكون كان موجب أصلا 23 و11، أو يكون سالب 23 و11 جزء من ما. السؤال اللي بعده: ميم ميم ألف للستة وللتسعة. عايزة عين ميم ميم ألف اللي هو المضاعف المشترك للخمسة للستة. تعالى ناخد الخمسة. الخمسة ده عدد أولي، 5 في 1. طب والستة؟ الستة عدد غير أولي. الستة 2 في 3، أدي الاتنين وأدي التلاتة. المشترك ما عنديش مشترك، ما هو أصلا كده كده مش عايز عين ميم ألف، ده هو عايز ميم ميم ألف، يعني هنزل كل الأعداد. هنزل الخمسة وهنزل الاتنين وهنزل التلاتة، وبعد كده هضربهم في بعض. الاتنين في 5 ب10، التلاتة في 10 ب30، يبقى ميم ميم ألف عندي 30. السؤال اللي بعده سؤال رقم 8: المقدار الجبري يتكون 7x زائد 3x زائد 5 يتكون من نقط حد. أنا عندي هنا ده كده اسمه حد، ده اسمه حد، ده اسمه حد، ده كله كده اسمه مقدار جبري. ده السبعة ده معامل جبري، والتلاتة ده معامل جبري، لكن الخمسة ده ثابت. ثابت ليه؟ لأن ما جنبوش متغير، ما جنبوش إكس. إكس ده متغير والإكس التاني ده متغير. عندي حدين متشابهين، ده وده متشابهين. ليه؟ علشان هنا اكس وهنا اكس. هو عايز ده كم حد؟ كم حد؟ عد، ادي واحد ده حد جبري، وكده كمان حد جبري، وده حد، يبقوا كم حد؟ 3 حدود. العدد سالب 3 و35 جزء من 100 ينتمي الى مجموعه اعداد العدد. انا ما عنديش في اعداد ينتمي الى مجموعه، لا ده الاعداد ينتمي الى مجموعه الاعداد. ايه بقى السالب ده؟ موجوده في الاعداد ايه؟ سالب موجوده في الاعداد الصحيح. طب الاعداد الصحيحه ما فيهاش اعداد عشريه، اعداد عشريه يبقى بيتكلم عن النسبيه. سؤال رقم 10: يقوم احد المصانع تدوير النفايات بمعالجه 9 طن، لا ده 9207 طن، خلال 9 ساعات. فان معدل كميه النفايات التي تتم معالجتها في الساعه الواحده. عايز المصنع كله بيدور النفايات بمعالجة 9207 طن في قد ايه؟ في 9 ساعات. عايز معدل كمية النفايات التي تتم معالجتها في الساعة الواحدة. هو هنا عايز حاجة واحدة، حاجة واحدة ده مفرد، يبقى المسألة دي مسألة اسمة، وتعالى نحلها بره. 9207 على 9، بسم الله. طبعا ده كان اول درس عندك في الكتاب الاسم. هاخد 9 على 9، رقم على رقم، 9 على 9 تديني 1. الواحد في 9 ب9 وبشد الخط وبطرح كده، خلاص التسعة راحت. هنزل العدد اللي عليه الدور اللي هو الاتنين. الاتنين دي نازلة من فوق، نازلة من فوق، لا اتطرحت ولا اتقسم. انا اسمها 2 اصغر من 9، احجز لها بصفر، ونزل العدد اللي عليه الدور اللي هو الصفر. دي كده بقت 20.
هشوف ايه العدد اللي اضربه في التسعة يديني حاجة اصغر من العشرين. لو خدت الاتنين في تسعة بتمنتاشر، يبقى الاتنين في تسعة هتديني تمنتاشر، اتبقى معايا من العشرين اتنين. اتنين على التسعة ما ينفعش، هل احط صفر؟ لا. ليه؟ لان انا طرحتها، طالما طرحتها ما احطش صفر. انزل لها العدد اللي بعده اللي هو السبعة، عايز ايه اللي اضربه في تسعة يديني سبعة وعشرين. التلاتة في تسعة بسبعة وعشرين، كده يبقى اتصفرت. يبقى خارج القسمة عندي 1023، خارج القسمة 1023. ونشوف السؤال الثالث. رتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا، تصاعديا يعني من الصغير، من الصغير يعني هبدأ بالأعداد السالبة. طبعا الموجب لا، أنا بالصغير ببدأ الأعداد السالبة. أدي كده عدد سالب، وده كده عدد سالب، وده كده عدد سالب. قال لي من الصغير هناخد الرقم الكبير في الأعداد السالبة، لأن في السوالب بمشي بالعكس، هناخد سالب 3 واتنين من عشرة كده خلاص، دي تمام على السلام. نشوف واحدة تانية هنا من الكبيرة، انا في السوالب بمشي بالعكس، هو التصاعدي من الصغير دور على الرقم الكبير، يبقى سالب واحد واربعة من عشرة. تمام كده لسه لنا مين؟ سالب خمسة، سالب سبعة من عشرة. كده خلصنا الاعداد السالب. نبدأ عادي بقى ترتيب تصاعدي من الصغير، هو الصغير لان في التانية كانت سوالب وبمشي بالعكس، لكن هنا مش همشي بالعكس. مين عندي الصغير؟ التلات اربع ولا اربعة وتلاتة من عشرة؟ لا، التلات اربع هي الصغير، الأربعة ده عدد صحيح يعني هي كبيرة. نشوف آخر سؤال عندنا في الامتحان. تقوم سلمى بتجهيز مستلزمات الأشغال اليدوية في أكياس، ويوجد لديها 12 عبوة واتنين واربعين عود خشبي. وضعت في كل كيس عدد متساوي من العيدان الخشبية وعبوات الغراء. ما أكبر عدد من أكياس المستلزمات التي يمكن لسلمى تجهيزها؟ عايز أكبر عدد. لما يكون عايز أكبر عدد أعمل إيه؟ وهنا ما التعبير العددي، تعال نشوف اكبر عدد الاول وبعدين نجيب التعبير العددي. لما يكون عايز اكبر عدد هجيب عين ميم الف، هجيب عين ميم الف للعددين اللي عندي. تعال نجيب عين ميم الف، ادي عين ميم الف. بسم الله، اول حاجه هبدا اجيب، انا عندي 12 و42. لما يكون عايز اكبر عدد باخد ال12 وافكها، واخد ال42 وافكها، الاعداد اوليه فقط. انا عندي ال12 اف ايه بتديني 12، وعايزاه عدد اولي بس، عايزه عدد اولي فقط. ال 12 3 في 4، ال 3 ده اولي اكتبها، وال 4 مش اولي افكها، 2 في 2. طب وال 42 ال 6 في 7، ادي ال 6 3 في 2 لانها مش اولي، وادي ال 7 اولي بسيبها زي ما هي. العامل اللي هو اللي متكرر في فوق وتحت، مين اللي متكرر؟ ادي 2 وادي ال 3، هننزلهم، ادي ال 3 معاك وادي ال 2 معاك، 2 في 3 ب 6. يبقى اكبر عدد من الاكياس، عايزه اكياس، اكبر عدد من الاكياس هيساوي ايه؟ 6 اكياس. تمام كده، دي اول واحدة، اكبر عدد هيبقى 6 اكياس. تمام، ما التعبير بقى العددي اللي بعبر عن اجمالي عدد المستلزمات؟ عايز التعبير العددي، تعال نشوف. العامل اللي انا خدته اللي هو الستة ده بره، وافتح قوس واخد الباقي. الباقي عندي في ال 12 اللي هي الاتنين، زائد الباقي عندي في ال 42 اللي هي السبعة. يبقى التعبير العددي باخد العامل بره اللي هو المشترك فوق وتحت، والباقي من ال 12 والباقي من ال 42 بكتبهم في القوس وبينهم جمع. يبقى ده التعبير العددي، ادي 6 وافتح القوس 2 زائد 7. ونشوف الاختبار الثاني، علشان باخدنا الاختبارين على شهر اكتوبر. بسم الله، السؤال الاول اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. اول سؤال، تحلق طائره 400 متر فوق سطح البحر. عندي طياره بتطلع فوق سطح البحر، اتكلم عن فوق يعني بتكلم عن اعداد موجبه مش سالبه، فان العدد الذي يعبر عن ذلك اعداد موجبه، هو بتكلم عن 400، خد ال 400 مش هنغير اي حاجه. شوف السؤال اللي بعده، الثابت. الثابت في المقدار، مين الثابت؟ ده كده اسمه معامل، وهنا ده متغير، ده معامل، ده متغير، ده ثابت. الثابت اللي هو ال 12. سؤال رقم 3، في السوالب بنمشي بالعكس، في السوالب بنمشي بالعكس. هنا سالب 15 وهنا سالب 25، امشي بالعكس، السالب 15. العدد سالب 3 و1 من 10 ينتمي الى مجموعه ايه؟ عندي سالب، يبقى بتنتمي الاعداد الصحيحه. طب هو انا عندي كمان عدد 10، عدد 10 يبقى مش موجود في الاعداد الصحيحه، يبقى موجود في الاعداد النسبيه اللي فيها كل حاجه. المقدار الجبري الذي يعبر عن الاكس مطروحا منها 18، عايز المقدار الجبري اللي بيعبر عن الاكس مطروحا منها 18، ادي اكس مطروحا منها يعني ناقص 18. فين عندي اكس ناقص 18؟ اهي. طب السؤال اللي بعده، السؤال رقم 2،
هنا جايب لي نص زائد 2/5. المقامات مش واحدة، ما بجمعش ولا بطرح الا المقامات تكون واحدة. اجمع او اطرح لازم اوحد المقامات. هوحد المقامات على كام؟ على 10. الاتنين في 5 ب10، ادي هنا 10 وادي هنا 10، تمام. اعمل المقص 2 × 2 ب4، الواحد في 5 ب5. طبعا جمع ما بتفرقش معايا انا كتبت مين الاول. هاخد مقام واحد بس 10 وهجمع البسط 4 و5 هيديني 9. 9 على 10 ملهاش تبسيط، ده فردي وده زوجي وده اوله صفر وده 9، ما ينفعش، فهسيبه زي ما هو. صار رقم 7 عندي قيمة المطلقة مع السلامة للسالب، هتشيله القيمة المطلقة، هتشيل مين؟ هتشيل السالب. ادي 12 علامة 15. صار رقم 8 باقي القسمة. باقي القسمة يعني لازم نقسم، باقي القسمة يعني لازم اقسم، هنكتبها برة ونقسم. نبدأ أول رقم عندي هنا 9 على 24، التسعة أصغر من 24 فناخد 98. عايز عدد اضربه في 24 يديني حاجة قريبة لل 98. هاخد ال 24 دي واعمل لي جدول صغير كده في الجنب. طبعا لو ضربت في واحد هتديني 24، لو ضربت في 2 هتديني 48. انا عايز اوصل لل 98 على طول. خلينا نبدأ من التلاتة. التلاتة في 4 ب12، 2 ومعانا الواحد، 2 × 3 ب6، 1 يديني 7. ناخد الايه الاربعة، نجرب الاربعة. الاربعة في 4 ب16 ومعانا 1، 2 × 4 ب8، 1 9، تمام قوي. يبقى انا هاخد الاربعة فوق والستة وتسعين تحت وبشد الخط وبطرح. 8 ناقص 6 هتديني 2، تمام. 9 ناقص 9 هتديني 0، فانا هنزل العدد اللي بعده. ادي الستة. انا عندي لو ضربت في 2 هتديني 48، الاتنين كبيرة، هاخد مين؟ معنديش الا الواحد. الواحد في 24 ب24، بقى معايا 6 ناقص 2، 6 ناقص 4 2، واتنين ناقص اتنين خلاص. يبقى عندي خارج القسمة 41 والباقي كام؟ وباقي 2. يبقى خارج القسمة 41 والباقي 2. ونشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 9 الحدود المتشابهة. عايز الحدود المتشابهة في المقدار الجبري. يعني ايه حدود متشابهة؟ يعني ارقام مثلا، ارقام زي بعضها، مش شكل بعضها مش شرط، يعني ممكن 8 و9 ماشي، بس المهم ده ما يكونش جنبها متغير ودي ما يكونش جنبها متغير، او رموز شكل بعضها، او رموز شكل بعضها. تعالى هنا نشوف هنا 5 ايه وهنا 14 ايه، في حاجة تانية متشابهة؟ لا. يبقى اكتب الخمسة ايه فاصلة 14 ايه. سؤال رقم 10 قام احد محلات الازهار بتوزيع 112 وردة بالتساوي على 8 زهريات، فان عدد الورود التي سيضعها في كل زهرية. هنعمل ايه؟ نحلها برا. دي مسألة قسمة كتبتها بره، نبدأ نحلها. 1 على 8 ما ينفعش، الواحد صغير، هاخد الحداشر. 11 على 8 إلا أضربه في 8 يديني حاجة أصغر من 11. طبعا عندي الواحد، الواحد في 8 ب8، هشد الخط وأطرح. 11 ناقص 8 يديني 3، هنزل العدد اللي بعده اللي هو 2، حاجة أضربها في 8 تديني 32. طبعا عندي الأربعة في 8 ب32، يبقى خارج القسمة عندي طبعا أدي 32 كده اتصفر. خارج القسمة عندي 14، يبقى هو عايز كام وردة؟ 14 وردة. السؤال التالت كده اخر سؤال معنا في الاختبار. احمد وعمر متطوعان جديدا في جمعية حماية البيئة، اذا كان يذهب احمد كل 3 ايام، يذهب احمد مرة كل 3 ايام ويذهب عمر مرة كل 5 ايام. ده بروح مرة كل 3 ايام وده بروح مرة كل 5 ايام. فاذا ذهب كل منهما الى الجمعية في اليوم الاول من الشهر، ففي اي يوم الشهر يلتقيان مجددا في الجمعية؟ هيلتقوا امتى مع بعض؟ هنجيب مضاعفات التلاتة ومضاعفات الخمسة. مضاعفات التلاتة زود 3، الواحد في 3 ب3، الاتنين في 3 ب6، 3 × 3 ب9، 3 × 4 ب12، 3 × 5 ب15، 3 × 6 ب18، 3 × 7 ب21. تعالى بقى نجيب مضاعفات الخمسة. اولك 5، زود 5 تبقى 10، زود 5 تبقى 15، زود 5 تبقى 20، زود 5 تبقى 25، زود 5 تبقى 30. تعالى بقى نشوف المشترك امتى هيتقابل. هنا 3، هنا 5، هنا 6، هنا 9، هنا 12. لا هيوصلوا هيتقابلوا يوم 15. خلاص كده يبقى هيوصلوا مع بعض يوم 15 اللي هو في اليوم الخامس 10. ونشوف السؤال رقم 12 اخر سؤال عندنا في الامتحان. بيقول لي باستخدام مخطط فينا لزوج الاعداد 30 و45، اجب عن اكمل مخطط الجدول. تعالى نعمل الايه الاعداد دي بره الاول وبعدين نرسمها. هناخد ال30 وناخد ال45 لفكها،
ناخد التلاتين وناخد الخمسة واربعين الأول ونفكها. ادي التلاتين وادي الخمسة واربعين. بسم الله. التلاتين خمسة في ستة، الخمسة ده أولي اكتبها زي ما هي، ستة مش أولي فكها، اتنين في تلاتة كده انا فكيت التلاتين. تعال نفك الخمسة واربعين. خمسة في تسعة، الخمسة اول اكتبها تحت الخمسة. طب والتسعة؟ تسعة فكها تلاتة في تلاتة، التلاتة تحت التلاتة والتلاتة تحت التلاتة. تمام كده. عندي ايه المشترك اللي هيكتب في شكل فين في النص؟ اللي هو الكامل اللي هو ده اللي هو الخمسة، وهنكتب التلاتة. ده كده العين ميم الف، هنا هيبقى هنا تلاتة وهنا هيبقى هنا خمسة. طيب الباقي من التلاتين، انا خدت الخمسة وخدت التلاتة، الباقي من التلاتين الاتنين اكتبها هنا. طب والباقي من الخمسة واربعين، انا خدت من الخمسة واربعين اهو الخمسة والتلاتة، بقى منها تلاتة. هنا بقى بيقول لي اكمل مخطط شكل فين. خلاص كده كملناه. العوامل الاولية، العوامل الاولية اللي هي عين ميم الف، ايه المشترك؟ انا هنا الخمسة وهنا المشترك التلاتة. التلاتة في خمسة بخمستاشر. طيب انا هنا جبتها من ايه؟ من غير شكل فين. طب عايز اجيبها من شكل فين؟ اهو اللي هو في النص اللي هو المشترك. التلاتة اخد اضربها برضو في الخمسة، هي هي نفسها تديني خمستاشر. تلاتة في خمسة بخمستاشر، يبقى العوامل الاولية المشتركة هي التلاتة ومين؟ والخمسة. العامل المشترك الاكبر طبعا انا لا ده هو عامل دي في خطوه لوحدها، خلاص انا مش محتاجه اكتب ال 15 هنا. هو عايز الايه هنا؟ العوامل المشتركه بس الاوليه كتبناها الثلاثه والخمسه، مش محتاجة بقى اكتبها تلاتة في خمسة. تلاتة والخمسة تحت بقى العوام المشتركة اللي هو العين ميم الف، اللي هو اضرب التلاتة في الايه؟ في الخمسة، هيديني خمستاشر. تمام. لو كان هنا عايز المضاعف هاخد كل الاعداد وهضربها، هنزل التلاتة وهضربها في التلاتة واضرب في الاتنين واضرب في الخمسة. الاتنين في خمسة بعشرة، والتلاتة في تلاتة بتسعة، العشرة في تسعة بتسعين، يبقى ده المضاعف لكله. طبعا هو هنا عايز العوامل بس، فاحنا جبنا العوامل. كده احنا خلصنا الاختبارين شهر اكتوبر. ان شاء الله الفيديو القادم نجيب اختبارات الشهر اللي بعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.